أهلا بكم في اختر كارت. موضوع النهاردة لازم له كوباية شاي أو قهوة وشوية مكسرات كده. ليه؟ هنجيب فضايح الحبيب، كشف أسرار الحبيب بتاعكم. عارفة إن الموضوع ده مشوق بالنسبة لكم. يلا يلا حضري كوباية الشاي وتعالي هنا. يلا القراءة زي ما قلت لكم كشف أسرار الحبيب، وده طلب من أحد المشتركين بتوعنا، نحييكم مسبقا ونشكركم على اقتراحاتكم دايما على المواضيع، نحضر لكم الفيديوهات ليها. هيكون الاختيار حسب طاقة أول حرف من اسم الحبيب، عشان إحنا هنجيب الطاقة أو المعلومات من طاقة الحبيب. تمام؟ تمام. مجموعة أولى أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي: حاء، خاء، ياء، واو، غين، راء، ذال، باء، تاء، ثاء، قاف، ضاد، طاء، شين، أو الخنفساء ده الفرعوني الأزرق. تمام؟ تمام. المجموعة الثانية: فاء، نون، زين، كاف، ألف، عين، صاد، هاء، لام، سين، جيم، دال، ضاد، وميم، أو اختيار الخنفساء الأخضر ده الفرعوني. يلا يلا اجري يا بنت منك ليه، حضري كوباية شاي أو كوباية قهوة وجيبي مكسرات كده وتعالي تعالي يوم الفضايح النهاردة. عارفة انكم هتضحكوا. يلا حتى الرجالة يعني جيبوا كوباية قهوة كده، ولع لك سيجارة، ولا جيب لك كده شيشة، وتمتع بكشف الأسرار. تمام؟ أي نعم بتكلم بصيغة الأنثى، لكن يعني القراءة تقدر تكون للرجالة كمان بخصوص الحبيبة بتاعتهم. تمام؟ تمام. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى الخنفساء الفرعوني الأزرق، أهو هنا. أول حاجة هنعملها عادي، هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الاتنين. الطاقة العامة بتاعتك، الطاقة العامة بتاعت الحبيب. تمام؟ وبعدين نشوف طاقة العلاقة، وبعدين ندخل في الفضائح. تمام؟ تمام. يلا بسم الله. اطلعوا ما تخافوا. ايه ده ايه ده ايه ده، هو في ايه في ايه في ايه؟ طب هنخلط الكروت مرة تانية عشان ما تكونش الطاقة مركزة على حد تاني، عشان نشوف اذا كانت الطاقة هي هي ولا اتغيرت. اهو نخلط الكروت قدامكم. يلا طاقة مين في الأول؟ لا لا لازم نسيبها كده، لأن خلطتها مرتين جت نفس الطاقة دي. طاقتكم أنتم يا أصحاب المجموعة الأولى. تعال هنا تعال هنا يا حبيب يا حبيبه، تعال هنا نفضحك. ده فضايحك هتكون بجلاجل النهاردة. مستخبي فين؟ احنا هنجيب قرارك يا هنجيب قرارك. بصوا مستخبي ازاي، بصوا مستخبي ازاي. تستخبى، اصبر عليا اصبر عليا بس. يلا نبدأ على بركة الله بكشف الطاقة العامة. الطاقة العامة بتاعت الحبيب هنا، غالبا البعض منكم هنا طاقة الحبيب هو إنسان مدير شركة، مدير مشروع، حد مرموق في المجتمع، حتى ولو ما كانش مدير شركة أو ما عندوش مشروع، إنسان ملوي هدومه، عنده هيبة، معروف في المحيط بتاعه، حد كده راقي مع الناس بغض النظر على علاقته معاكم. سيبوا علاقته معاكم أنتوا على حدة، لكن هو وجهته قدام المجتمع، أنا بقول لكم عليها دلوقتي، وجهته قدام المجتمع مش علاقتكم ما بينكم ما بينه. تمام؟ تمام. الشخص ده غالبا بيتفاوض مع حد، يقترح عليه شراكة، يقترح عليه سلف، أو في فلوس ما بينه وبينه ما بين الشخص ده. فهو دلوقتي مركز يا إما في جمع فلوسه، يا إما في تكبير المشروع بتاعه على إنه يدخل في شراكة مع شركات تانية، أو يفتح مشروع تاني، أو يلم ورث يعني عنده مشاكل في المحكمة، في موضوع بيخص الفلوس معلق في المحكمة. فهو دلوقتي يتفاوض مع كبراء، ناس عندهم هيبة،
عندهم نفوذ عشان يقدر يوصل للثروة دي أو الفلوس دي اللي هي متعلقة فيما يخص يعني بطريقة قانونية. لما نيجي للطاقة العامة بتاعتكم أنتم يا أصحاب المجموعة الأولى، غالبا تركيزكم عفوا عندكم شك على حد مقرب، يا إما طرف تالت من ناحيتكم يا إما طرف تالت من ناحية الحبيب أو الحبيبة بيعمل لكم أسحار، أو هم بحد ذاتهم ناس بتاع سحر وشعوذة ومشاكل وكذا وكذا. فأنتم عندكم الإحساس ده أو عندكم الدليل القطعي والقاطع على إن في طرف تالت هو سبب المشاكل الموجودة في حياتكم. ففي طاقة روحانية يعني بتاع شعوذة، بتاع طاقات سلبية بتحوم حواليكم، يا إما أنتوا بتعانوا من حالة وقف الحال، بتعانوا من مشاكل كتيرة، تتعبوا مثلا بالزكام ترتاحوا منه يجيلكم مرض تاني، ترتاحوا منه تجيلكم مشكلة، ترتاحوا من مشكلة تجيب. أنتوا مش فاهمين الحلقة والدايرة دي اللي أنتم بتلفوا فيها كده، الغموض اللي فيها هو إيه. فغالبا أنتم هنا شاكين في طرف تالت هو اللي متسلط عليكم بطاقة سلبية، أيا كانت نوع الطاقة السلبية دي، سواء أسحار، حسد، عين تابعة، حاجة زي كده. دي الطاقة العامة بتاع كل واحد فيكم. نشوف دلوقتي طاقة العلاقة عاملة إزاي، تمام، ما بينكم أنتوا الاتنين. وغالبا يعني أصحاب القراءة الأولى في طاقات لعلاقات ثلاثية وطاقات لعلاقات رباعية وعلاقات معقدة، تمام. سنضيف 3 أوراق للأوراق الرئيسية بتاعتكم ونشوف طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. يلا طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، قلت لكم متأكدين من وجود طاقة الأسحار او الطاقة السلبية دي اللي ما بينكم. في طاقة سلبية انتوا متأكدين منها، وجود أسحار، وجود حسد، وجود عين تابعة، حاجة يعني بتخص طاقات الشعوذة. وخاصة يعني معظمكم إذا ما قلتش 80 أقول 90% منكم شاكين إن عاملين لكم سحر مقابر، تمام. أنتم مركزين في ده، مش مركزين قوي 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 على العلاقة أو على الحبيب، لكن داخلين فضول كده تتفرجوا على الفيديو وخلاص. بما إن يعني لأن هنا في طاقة العلاقة بنشوف إن الحبيب هنا يا إما بيعمل لكم تخاطر، يا إما بيدور على حاجة يبهركم بيها. أقول لكم بعت لكم رسالة غامضة، صباح الخير بعد طول غياب، يمكن عاوز يفكر يلقى لكم هدية يقدر يلفت نظركم بيها. لأنه هنا بس الهدية والتواصل ده فيهم إن بمعنى إن الحبيب هنا التواصل بتاعه معاكم أو الهدية اللي عاوز يهديها لكم وراءها موضوع بيخصه هو، مصلحته، مش حبا فيكم، بكل احترامي ليكم. تمام. هنوسع القراءة ونشوف كشف الأسرار والفضايح بتاع الحبيب، مخبي عنكم إيه كأسرار، ولو مش مخبي عنكم حاجة عاوزين طاقته تجيب لنا معلومات عنه. يلا أول حاجة كارت برج الأسد، طاقة نارية زي ما شفنا في طاقة العلاقة. تعالوا نشوف الأسرار، نزود كارتين من هنا عشان نشوف المستخبي ايه. يلا أول حاجة بنشوفها عند الحبيب هنا إنه إنسان مسيطر
إنسان شايف نفسه حبتين كده. إنسان شايف نفسه حبتين. غالبا بصوا طاقة الأسرار اللي هو مخبيها في دفول. كارت دفول بيقول إيه؟ إحنا لو نعمل كده تمام، نشوف الست دي والزهرة دي الجميلة اللي قدامها، يعني الست دي مخدوعة في وردة أصلها تمساح عدو، زهرة في ذيل تمساح، والست دي مش شايفة إن الزهرة دي يعني جاي لها فخ، تمام؟ أهو بصوا، خطر، تحديات، صعوبة. بصوا غالبا هنا الحبيب هنا يعني بيواجهكم بشخصية غير شخصيته الحقيقية. هو في حد ذاته إنسان متكبر، متعجرف، إنسان شايف نفسه أحلى واحد، أذكى واحد، وإنسان ما فيش زيه في الأرض. بيحب يهتم بلبسه، بطريقة كلامه، بمظهره، بكل حاجة، وعاوز يكون هو المسيطر على كل حاجة موجودة في حياته، مش إلا الحياة العاطفية. لا، هو إنسان زي ما قلت لكم، يا إما مدير شركة، يا إما عنده مشروع، يا إما بيفكر إنه يفتح يطور من الجانب المادي بتاعه. لكن غموض الحبيب ده أثر على العلاقة بتاعتكم كتير جدا، لأن غالبا إذا أنتم مش بعلم إنه فيه طرف ثالث، فالسر اللي هو مخبي عليكم إنه فيه طرف ثالث متسبب في غموض الغموض، أو هو ما وراء الغموض بتاع الحبيب بتاعكم. غالبا العلاقة ما بينكم علاقة أون وأوف، علاقة أون وأوف كتيرة، بمعنى تتخانقوا كتير، تنفصلوا كتير، مرة بتحسوه يحبكم، مرة تحسوه إنه ما بيحبكمش، لكن في معظم الأوقات الشخص ده أصبح بس في معظم الأوقات الشخص ده أصبح يفضل حد تاني عليكم انتو، زي ما نشوف الست دي ماسكة الكوباية دي وتفضي في الكوباية دي من غير ما تبص للكوباية دي، قاعدة مفتخرة بالكوباية الجديدة دي وقاعدة بتبص لها، لكن في خفية بترمي الكوباية دي تفضيها في الكوباية التالتة هنا، تمام؟ غالبا هنا السر اللي مخبيه الحبيب عنكم انه في طرف هو اللي بيسير حياته، رغم انه هو ظاهر قدامكم هنا انه هو اللي ماسك زمام امور حياته، هو الناهي والآمر، هو اللي كل حاجة، لكن ما وراء ذلك ان الانسان ده ما يجيبش افكاره او قراراته من محض تفكيره. لا، الانسان ده لو يتحط في كذا مشكلة مش هيقدر يحلها لوحده، هيقعد حاير كده. فهو غالبا متسلط في حياته، في تصرفاته، في تعاملاته، بسبب أم أو طرف ثالث. بصوا الست دي هي أفعى تمام، لكن مخبية الديل بتاعها بالورود، وكمان هنا حضنة البيضة دي وقاعدة حضنة على البيض دول، لكن في نفس الوقت مش عاوزة تظهر نفسها إنها أفعى. فهنا الطرف الثالث هنا بيوهم الحبيب على انه الطرف ده هو انسان كويس او انسانة كويسة وبتحبه كتير وتحب له مصلحته، فهي لما تكلمه بطريقة تزعزعه في رجولته، فعشان كده يروح سامع لكلامها. زي مثلا اديلكم مثلا عفوا، زي مثلا لو يجي يستشيرها في حاجة، هي ما تقولوش الحاجة دي وهي مش عاجباها، ما تقولوش الحاجة دي مش كويسة اللي انت اخترتها، لا، هتقوله بص هي الحاجة دي اللي اخترتها انت حاجة كويسة، بس انا شايفة ان الحاجة دي لو اتبعتها هتوصلك لنقطة مش هتفيدك، لكن انا بعرف فلان يعني كان في نفس الوضعية اللي انت فيها دلوقتي او من نفس الموقف،
لكن ما اختارش الحاجة دي، اختار حاجة تانية، وده أثبت رجولته في اختياره. فهنا يعني بتوصله بطريقة ذكية إنك أنت لو كنت راجل ما تاخدش الحاجة دي اللي أنت عاوزها. فعامة حتى ولو كانت الأم بتاعه مثلا رفضتكم، رفضتكم بطريقة غير مباشرة، وتقالت له شوف ابن عمك مثلا اتجوز مع بنت خالته، أو اتجوز مع واحدة أجنبية، أو اتجوز مع واحدة كذا أو واحدة من عشيرته، وكانت أحسن من أي واحدة غريبة، وربيت له عياله كويس ومش عارفة إيه، وده بالنسبة لي أنا راجل. فهو لما يجيبوا له سيرة الرجولة دي، كلمة الرجولة والكلام ده، فيروح ماسك على نفسه كده ومختار غلط، مش مختار الحاجة اللي هو عاوزها، لا مختار الحاجة اللي الناس هي مختارها له، أو اللي شايفينها الناس هي حاجة كويسة، من غير ما يفكر في تفكيره هو ويعمل توازن ما بين تفكيره وتفكير الناس. الحبيب هنا في أخذ قراراته غير قادر لوحده، وده اللي تعبه جدا 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 جدا. ليه؟ لأن الحبيب بتاعكم هنا مجروح، مجروح جدا، مش مجروح جدا. بصوا ازاي عنده أزمة من الصغر، في حاجة حصلت له في صغره، تعامل والدته، تعامل أبوه، تعامل المحيط بتاعه أو العادات والتقاليد اللي اتربى عليها، وجعته جامد، وجعته جامد، وتركت فيه أثر على إنه اللي جواه ما يظهرهوش للعالم، على اللي هو عاوزه ما يقدرش يطبقه. ليه؟ لأن العالم قاسي بالنسبة له، زي ما نشوف هنا التلج بينزل والست دي شبه يعني مش لابسة هنا، مش مدفية نفسها، لكن عاوزة تحمي الوردة الجميلة دي اللي جواها. فهو هنا مجروح لعدم مقدرته على إنه يختار الحاجة اللي هو عاوز يختارها، فأصبح دلوقتي دايما لما يكون عاوز يختار حاجة يجرح نفسه، يظلم نفسه بطريقة غير إرادية. السر اللي مخبيه كمان إن الإنسان ده زي ما بيشوف الست دي أو البنت دي، هي لابسة فستان وردة، بتغذي في الوردة دي تمام، وتسقيها بالمية، ويعني وتساعد في الحشرة دي على إنها تاخد الرحيق من الوردة دي. فغالبا هو لما يتحط في موقف بيساعد الناس برأيه الشخصي، مش الرأي اللي هو بيمشي عليه اللي اتعلمه من المحيط بتاعه، لا هو بيمشي برأيه الشخصي مع الناس. مثلا أجي أنا أقول له إيه رأيك في فلان خطبني ومش عارفة إيه، وأمي رافضة أو أمه رافضاني، فيجي هو يقول لك لأ اختار الحاجة اللي هي قلبك عاوزها، ما تسمعش كلام الناس. لكن هو لما يتحط في نفس الموقف بيسمع كلام الناس وما يسمعش كلامه هو، ما يختارش الحاجة اللي هو عاوزها، بيختار الحاجة اللي الناس عاوزينها. تمام تمام وغالبا الشخص ده زي ما قلت لكم لما يتحط في موقف وحش بيقلب الترابيزة، بيقلب الترابيزة عليكم ويتهم الناس اللي معاه، يتهمكم انتم او يتهم الناس اللي معاه، ما عندوش شخصية قوية زي ما هو بيظهرها. فعشان كده للبعض منكم الطرف التالت ده عرف ازاي يسيطر على الحبيب ويتغلب عليه، مش الا بالاسحار. لان الحبيب بتاعكم كمان لما بما انه عنده شخصية غير متوازنة، اصبح دلوقتي بيدور زي ما نشوف الراجل ده بيبحث يعني بيقرأ في الكتاب ده، بيدور على الحلول علميا وكمان روحانيا، لانه زي ما انتم بتدخلوا على قنوات الترو، الحبيب هنا بيدخل على قنوات الترو ويدور على يعني عاوز يفهم اللي بيحصل له، هل هو شخصيته، هل حاجة اتعملت له عشان يعني سحر طاعة انه بيطيع امه في حاجات هو رافضها في الاصل لكن بيعملها، وعمره ما قدر يفرض نفسه ويفرض شخصيته قدام أمه مثلا. فهو دلوقتي بيبحث عن السبب الحقيقي للي أصبحت فيه شخصيته،
ومتمني يكون حد تاني غير الحد، يعني غير الشخصية اللي هو فيها دلوقتي. فعشان كده عايش تعبان وشايل مسؤولية فوق دماغه، لكن مش عارف ازاي يتنصل من المشاكل دي اللي هو عايشها، او الشخصية اللي مش هو عاوزها، لكن برغم منه او يخسب نفسه على انه يعيشها. والنقطة دي بتاع شخصيته ما تكلمش مع حد عليها، هو عايشها ما بينه وما بين نفسه. عشان كده هو تعبان جدا من اللي بيحصل، يعني من المشكلة دي، وعاوز يصلح من نفسه لكن مش عارف ازاي. نيجي دلوقتي نشوف أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، و70%، 50%. 100% برج الثور، برج الأسد، برج الحوت. 80% برج الدلو، برج الجوزاء، وبرج الحمل. 60% برج الجوزاء، عفوا برج العذراء، برج الجدي، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية 50% برج الميزان، برج السرطان، وبرج العقرب. إلى هنا وصلنا نهاية أصحاب المجموعة الأولى. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية. تقدروا أصحاب المجموعة الأولى تكملوا معنا المجموعة الثانية، يمكن فيها تكملة للقراءة بتاعتكم. تمام. المجموعة الثانية، أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي، أول اللي اختار الخنفساء الأخضر ده. نشوف طاقتكم وطاقة الحبيب هنا عاملة ازاي. طاقتكم العامة عاملة ازاي؟ طاقة الحبيب هنا، طاقتكم انتم هنا. بعدين نشوف طاقة العلاقة، ونشوف هل في أسرار مخبية عنكم، وإيه هي الأسرار دي. طاقة الحبيب هنا بتأكد إنه الحبيب دون جوان زمانه، كازانوفا زمانه، حد نسوانجي بيحب يتعرف على ناس كتيرة سواء رجالة أو ستات، لكن ميوله أكتر للستات. ف عنده أخد وعطى وكلام كتير مع الستات، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وغالبا البعض منكم عارفين الكلام ده واكتشفتم الكلام ده، الخيانات المتكررة بتاعته، رسائل على الموبايل، رنات تليفون ما يحبش يرد عليها، رن التليفون تلقوا يعني دايما تلقوا انه الارقام اللي ما عليهاش اسم في الموبايل بتاعه بيتردد انه يرد عليها، خوفا من انكم تسمعوا مين اللي اتصل بيه. فغالبا هو دلوقتي لسه في المغامرات بتاعه، من ديل دي من ديل دي من ديل دي. وغالبا الشخص ده اللي انتم يعني في علاقة معاه او في علاقة معاها حشريين كتير، هنشوف في القراءة بعد ده، يعني بعد طاقة العلاقة هنشوف القراءة ونتعمق في الموضوع. طاقتكم انتم هنا غالبا عندكم مشكلة، يا إما في المبايض تكيس المبيضين، يا إما مشكلة في الرحم، يا إما مشكلة في عدم الإنجاب، يا إما عندكم بتعملوا إجهاض كتير، يا إما عيل من العيال بتاعكم بيمرض كتير، أو عندكم عيل معاق في البيت للبعض منكم مش كلكم. يا جماعة الخير، القراءة دي قراءة عامة وليست خاصة، مستحيل تنطبق على الجميع، فخدوا الحاجة اللي تناسبكم، إذا ما تناسبكمش سيبوها. تمام. غالبا أنتم هنا بتفكروا، معظم اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو بتفكروا في استقرار للبيت بتاعكم، للأسرة بتاعتكم،
عاوزين مستقبل كويس للأسرة، لأنه غالبا حاسين بغموض، حاسين بخمول، حاسين بطاقة غريبة بتيجي لعندكم، أحلام مزعجة وأحلام تتحقق، عدم المقدرة بالنوم في الليل، بالليل عاوزين تناموا مش قادرين، قاعدين تسهروا عاوزين تناموا لكن مش قادرين، عقلكم دايما في تفكير مستمر، تفكير مستمر، عاوزين توقفوا التفكير ده لكن مش قادرين، تفكير في كل المجالات، تلقوا نفسكم مثلا قاعدين قدام التلفزيون، قاعدة بتتفرجي على فيلم ولا على اليوتيوب، تتفرجي على حاجة كده، فما تركزيش في الحاجة دي أو في الفيلم ده، لأ عقلك بيروح بيسافر معاك لبعيد لحاجة تانية خالص، مش بعدين تلقي نفسك ولا اتفرجت الفيلم ده ولا فهمت فيه ايه الفيلم ده، لكن عقلك وداك الحاجة بتخص حياتك أو حياتك، وقعدت تفكر فيها وتبني وتهب وتريب وتبني وتريب تبني وتريب. فعاوزين، حاسين نفسكم تعبانين، نفسيتكم تعبانة جامد، وعاوزين تجديد، تبدأوا من درو جديد، متمنين انكم تتولدوا من درو جديد وتعيدوا كل اللي حصل لكم او السنين اللي فاتت دي، لكن بطريقة احسن، من غير الاخطاء اللي ارتكبتموها او من غير اللي حصل لكم في السنين دي اللي فاتت كلها. تمام؟ تمام. دي الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الاتنين. نشوف دلوقتي طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، عاملة ازاي الطاقة العامة بتاعتكم. بس حاسة بطاقتكم يا أصحاب المجموعة الثانية بخذلان، بتعب نفسي، زي ما لو كنتم خلاص بايعين الدنيا كلها. بصوا الورقة اللي كانت تحت الورقة بتاعتكم، فرحة وحياة، غالبا عندكم بشارة خير إن شاء الله، في بشارة خير جاية لكم أصحاب المجموعة الثانية، ستسعدكم من كتر السعادة والفرحة، ستدمي عينيكم أو عينيكم من شدة الفرحة إن شاء الله. اكتبوا أمين في التعليقات، ربنا حيريحكم إن شاء الله. طاقة العلاقة، قلتلكم في حاجة هتتضح لكم، غالبا في طاقة العلاقة واضح جدا انه الحبيب هنا بيخبي عليكم حاجات او حاجة معينة. انتم غالبا بتبحثوا او عاوزين نوع من التواصل الروحاني مع الروحانيات بتاعكم، في بعض الاحيان تصدقوا بالتوقعات دي، في بعض الاحيان بتقولوا دي كلها خرافات وخزعبلات، لكن يرجعكم إحساسكم كمان مرة تانية وتدوروا وتبحثوا عن الروحانيات، عن الأبراج، عن رقم الحظ، عن أي حاجة كده تدخل البهجة والسرور لقلبكم ولحياتكم. فعاوزين العلاقة دي تتصلح أو تفهموا ليه حصل فيه المشكلة دي ما بينكم وما بين الحبيب، أو ليه العلاقة ما بينكم وما بين أي حد مقرب ليكم مش كويسة، ايه سببها. فعلاقتكم هنا مع الحبيب زي ما لو كانت علاقة روحانية روحية اكتر ما هي علاقة عاطفية، فالحبيب هنا في الطاقة الحالية واضح انكم منفصلين او في برودة ما بينكم، والحبيب بيفكر فيكم لكن مش قادر يوصل لكم فكرة معينة، اللي هي غالبا انتم عايشين في علاقة ثلاثية او رباعية، لكن عاوز يوصل لكم انكم انتم المتوجون بقلبه، أما يعني الأطراف التانية في العلاقة ما هي إلا نزوات، عاوز يقنعكم بالكلام ده، أنتم الأساس لكن الحاجات التانية نزوات، عاوز يقول لكم إنه هو بالنسبة له العلاقات دي تقضية وقت، تسلية والكلام ده، بس أنتم وسط قلبه، أنتم اللي في على عرش قلبه، رسائل زي ما نشوف الحمام الأبيض ده عاوز يوصلها لكم. فغالبا أنتم في العلاقة الحالية برودة، مش بتصدقوا كلامه، زي ما لو كنتم يعني خلاص يتكلم ولا ما بيتكلمش، أنا حفظتك مش هتضحك عليا بكلمتين زي ما كنت بتعمل زمان،
انتوا كده بتقولوا في قلبكم، اصبحتوا ما تصدقوش اي كلمة بيقولها لكم. مخبي عنكم ايه؟ يا خرابي، من اولها من اولها. يلا ايه ده؟ وفي ايه؟ بصوا، اكتر حاجة كشف اسرار الحبيب عندكم هنا اصحاب المجموعة الثانية، اكتر حاجة مخبيها عنكم ندمه الشديد على الأذية اللي أذاكم بيها. أهو قلت لكم ندمان جدا، وإن غالبا أصحاب المجموعة الثانية في كارما وقعت على الحبيب وندمان جدا. أهو بيدور يعني هو بيدور على إنه يبعت لكم طاقة تخاطر عشان يغير لكم نظرتكم ليه، فهو ندمان جدا وعاوز يساعدكم. دي حاجة مخبيها عليكم، يعني زي ما لو كان كرامته اتمرمطت في الأرض، خايف لو يجي يقول يعتذر منكم في حاجة معينة تخزلوه. فده اللي ده سر من أسرار اللي هو مخبيه عليكم. لكن الشخص ده أهم حاجة ندمه، والحاجة التانية حبه ليكم، لأن هنا يعني بيفكر في أدق التفاصيل اللي بتخصكم. هاي الصورة واضحة قدامكم هنا، أدق التفاصيل اللي بتخصكم، جسمكم، نظراتكم، شفايفكم، بيحتلم بيكم وبيحلم بيكم، يحتلم حاجة ويحلم حاجة. ادخلوا على جوجل تفهموا ما معنى يحتلم. بيحلم بيكم، بيحلم بيكم، بيحتلم بيكم، لكن ما بيقول لكمش الكلام ده. ندمان، بيحبكم، كل ده مش عاوز يقوله لكم، لانه حاسس انه كان بخيل جدا معاكم، بخيل في مشاعره معاكم، بخيل او تن اوف كابس، يعني بيحبكم جدا ولكن في نفس الوقت ندمان على بخله في مشاعره من ناحيتكم، ندمان على انه اذاكم بادخال طرف ثالث في حياته. هو في حد ذاته ما بيحبش العلاقات المتعددة، لكن يعني زي ما نقول احنا طبعي فيه، هو بيحبكم ندمان، لكن مش زي الواحد اللي عنده ادمان على المخدرات، عارف انها وحشة لكن مش قادر يقلع عنها، زي اللي بيشرب السجاير عارف انه السجاير مضرة للصحة لكن ادمانه للسجاير مش قادر يعني يقلع عنه، مش قادر يعني يسيب السجاير، تعود على ده وخجلان منكم جدا وجامد على الكلام ده. تمام، هو ليه اصبح كده؟ اصبح متعدد العلاقات كطبع فيه، وما كانش كده زمان. زمان ما كانش كده، زمان كان انسان معطاء، انسان مش خاين، انسان دايما بيدور على فعل الخير، على الحب والموده والرحمه. لكن مع مرور الوقت بدأ يكبر، بدأت فيه نوع من التصادم في الأفكار في اللي عاشه في صغره. كان شايف إن أمه كانت قاسية على أبوه، أو حد بالنسبة له كان قاسي عليه، شايف إنه فيه ست في حياته، تمام، في عيلته ست متسلطة وجبروت. فأصبح هو دلوقتي عنده تصادم ما بين شخصيته الحقيقية بتاع زمان وشخصيته بتاع دلوقتي، فلا هو عارف يكون إنسان طيب ولا عارف يكون إنسان وحش بسبب تسلط المرأة دي اللي يعني نبع منه أو كبر في قلبه كراهية الست دي. فأصبح بطريقة غير مباشرة ينتقم من كل ست يعرفها،
مش بنية الانتقام، لا، بنية انه تعالي هنا انت تحت رجلي، يلا مرة تعالي انت كمان انت تحت رجلي بره، عشان يحسس نفسه انه الست دي زي الستات اللي حطوهم تحت رجله. انتقام غير مباشر. فعشان كده هو لحد دلوقتي لم يتلدد بطعم الانتقام. ليه؟ لانه ما انتقمش من صاحبة المشكلة الرئيسية، لا، هو انتقم من ستات ملهمش ذنب، ستات حبوه بكل حب صادق. فعشان كده هو دلوقتي مش عارف، عنده مشكلة نفسية، مش عارف ازاي يغير منها، مش عارف ازاي يغير من طبعه، مش عارف ازاي يوقف النزوات دي اللي عنده، مش عارف يوقف الكراهية دي من ناحية الست دي، ومش عارف ازاي يستدرك الاخطاء اللي عملها مع كل ست دخلت حياته او كل راجل دخل حياتها بطبق خاطر وبطيب قلب. دي الاسرار اللي يعني مستخبية عنكم وعن الحبيب بحد ذاته اللي في حياته وفي شخصيته، في شخصيته عفوا. أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، برج السرطان، برج الأسد، وبرج العقرب، 80% برج الثور، برج الحمل، وبرج العذراء، 60% برج الجدي، برج القوس، وبرج الجوزاء. أما الأبراج المتبقية برج الحوت، برج الميزان، وبرج الدلو، 50%. إلى هنا انتهينا مع أصحاب القراءة الثانية وانتهينا بالقراءة. أقول لكم لايك واشتراك وتفعيل الجرس، حطوا لنا في التعليقات موضوع يهمكم عشان نقول لكم أو نعمل لكم فيديوهات زي دي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.